طيب، على مولانا من الفضل والكرم لا أحصي ثناء عليه. لا أحصي إيه؟ كلام مين؟ كلام الشيخ خليل. أنا ما أقدرش أعدد ألوان الثناء على الله تبارك وتعالى، هذه ما أقدرش عليها أنا، لكن أنا أثني عليه وأوكل هذا الثناء إليه هو. أوكل إيه؟ هذا الثناء على مين؟ لمين؟ هو كما أثنى على نفسه. هو كما أثنى على إيه؟ على نفسه. وفعلا حضرتك أنت وأنا والدنيا دي كلها الثناء بالنسبة لله لا يساوي شيئا. إحنا مطالبين بالثناء لكن لا يقدم ولا آخر بالنسبة لله تبارك وتعالى، إنما أنت تستفيد به، لكن لن تعدد هذا الثناء ألوان الثناء. فهو الشيخ خليل بيقول أنا لا أستطيع إعداد ألوان الثناء عليك، بل أنت كما أثنيت على إيه؟ على نفسك. طيب، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي ثناءً عليك. إذن هو بيتأسى الآن، يعني الشيخ خليل مش مخترع حكاية أنت كما أثنيت على نفسك، إنما هو خد منين؟ من كلام مصطفى عليه الصلاة والسلام. لا أحصي، ده كلام مصطفى، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنى نفسك. إذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يقول أنا لا أحصي ثناء على الله، هيحصيه الشيخ خليل؟ ها؟ مش ممكن. ونسأله اللطف من لطف كنصر، معناه الرفق، لا من لطف ككرمة. خلي بالك، عندنا لطف ولطف. لطف على وزن ايه؟ فعل. ولطف على وزن فعل. فلطف معناها رفقة، أنا أطلب لطفك، أنا أطلب إيه؟ رفقك. لكن اللطف بضم اللام، لطف أي دقة. لطف يعني إيه؟ من 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 اللطافة وهي الدقة. من اللطافة هي إيه؟ وهي الدقة. يا سلام، فلان ده لطيف. يعني ايه؟ يعني كل كلمه فيها لها ايه؟ لها 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 وزن. فلان ده لطيف في الكلام، يعني ايه؟ يعني كلامه دقيق، كل كلمه لها وزن خاص بيها. شوف الفرق بين لطفه وبين ايه؟ لطفه. لطفه معناها رفقه، ولطفه معناها ايه؟ ادق، دقه، دقه. ونسأله اللطف والإعانة، أي الإقدار، الإعانة أي الإقدار على فعل الطاعات وترك المنهيات والتخلص من المهمات والملمات. شوف الكلام، الشيخ بيسأل ربنا إيه؟ أن يقدره على إيه؟ يقدره على فعل الطاعات وعلى ترك المنهيات. ودي مش مطلب الشيخ خليل بس، ده مطلب كل المسلمين ونحن منهم. نطلب من الله سبحانه وتعالى
أن يرزقنا إيه؟ فعل الطاعات ويجنبنا فعل الإيه؟ المنهيات. وبعدين وأن يخلصنا من المهمات والملمات. المهمات والملمات، المهمات الأمور التي تهمنا. حضرتك مهموم طول الليل ما بتنامش، فأنت بتدعو الله إيه؟ أن يخلصك منين؟ من الهم. والملمات، الأمراض والمتاعب الصحية والنفسية وحاجات. يبقى إذن هو هذا دعاء شامل، مش ياريت نحفظه من كلام الشيخ دردير يعني. اللهم إيه؟ نسألك فعل الطاعات، الإعانة على فعل الطاعات وترك الإيه؟ المنهيات، والتخلص من المهمات والملمات. جملة جملة واحدة إن شاء الله. طيب الإعانة على إيه؟ في جميع الأحوال، في جميع الإيه؟ الأحوال وحال حلول الإنسان. جميع الأحوال في الدنيا كلها، في البيت، في الأولاد، في المذاكرة، في العلم، في المزرعة، في التعاون مع الناس الآخرين، حلول جميع الأحوال. وحال واحدة أهم من ده كله، وهي حال إيه؟ حال وجودي في رمسي. وجودي في إيه؟ رمسي. رمسي يعني إيه؟ في قبري. شوف عمم الأحوال كلها وخص القبر بإيه؟ بجزئية خاصة به. أعني في جميع الأحوال وخاصة إيه؟ في حال وجودي في رمسي، أي في قبري. وكلنا محتاجين للعون من الله فين؟ في هذه اللحظة، اللحظة الفارقة بين مرحلة الدنيا ومرحلة الإيه؟ الآخرة. لأنك أنت وجدت في مكان إما روضة من رياض الجنة أو حفرة إيه؟ من حفر النار. إذا وفقت فأنت بدأت مرحلة الإيه؟ الجنة. لم توفق إذن هتذهب إلى إيه؟ مرحلة النار. أي لأن الموت يا مشايخ عبارة عن انتقال من حال إلى حال. حضرتك إحنا في هذه الحياة الأجسام والأرواح مركبة في بعض، تحرك بأجسامنا بأرواحنا. لو الروح تعبت الجسم مش هيتحرك، لو انصرفت عنينا الروح الجسم مش هيتحرك. حضرتك لما تنام انت عبارة عن جسد يتحرك. طيب لو الجسد تعب برضو الروح هتبقى تعبانة لأنها هي مركبة على هذا الجسد. في القبر هتتخلص هذه الروح منين؟ من هذا الجسم اللي كان تعبها وشقيها ويعني يحول بينها وبين النظر إلى الملأ الأعلى. الروح مخلوقة منين؟ من الملأ الأعلى. والجسم مخلوق منين؟ من التراب، من التراب. المولى ركبه في بعض عشان الحياة، عشان الدنيا. خلاص تخلصت الروح منين؟ من هذا الجسد، وأصبحت هي منطلقة، منطلقة في لحظة تكون في السعودية، في اليمن، في أمريكا، في مصر، في لحظات، في لحظات. كنت مرة أنا في اليمن، اليمن الجنوبي سموه حضرموت، وبعدين طلبوا مني محاضرة في المولد النبوي. فأنا عادتي أقوم لصلاة الصبح، أروح دورة المية وأقعد 10 دقائق ثم أبتدي أتوضأ.
دي عدت حياتي تقريبا معظمها فيه. فقلت العشر دقائق دول بكرة عندي محاضرة، خليني أبص في كتب أحد كتب السنة أو كتب السيرة لعلي أجد عبارات يعني مناسبة طيبة. فأقع في يدي كتاب لأحد المشايخ، مش مصري ولكن من أحد الدول العربية، مش عاوز أقول على اسمه، بيتكلم في كلام شديد على مين؟ على الإمام محمد عبده. بيقول ده كان من رجال الماسونية ويروح الحفلات الماسونية ويروح مش عارف ايه. الكلام ده صدمني، أنا صدمني. كتاب في السيرة النبوية، ايه مدخل الشيخ محمد عبده في السيرة النبوية؟ لكن سبحان الله، اهو الصفحة اللي فتحتها وجدت فيها هذا الكلام. فأنا أغلقت الكتاب ورحت اتوضيت وصليت الصبح في الأوضة في الشق ونمت، وإذا بأجد نفسي في مكتبة والإمام محمد عبده واقف وسط المكتبة. محمد عبده اللي مات سنة 1905، الإمام محمد عبده اللي مات سنة كام؟ يعني بينه وبين كم سنة؟ يعني حوالي 90 سنة ولا. المهم هو قدامه 7-8 قدامي، أنا رايح أسلم عليه برضه، وهو إيه كأنه ينظر يمين كأنه يعني يستعجلني عشان أسلم عليه، وينظر شمال عشان الناس اللي قدامه دول يبص عليا. فقعدنا في هذا لغاية ما أنا استيقظت من النوم، وإحنا ماشيين لغاية ما عشان نوصل إليه. سبحان الله، قمت من النوم أنا في حالة الشيخ محمد عبده، هي صورته اللي احنا بنشوفها باستمرار. ايه اللي جاب الشيخ محمد عبده في حضرة موت؟ ايه اللي جاب الشيخ محمد عبده في حضرة موت من واللي مات من حوالي اكتر من 90 سنة؟ الروح، الروح، هذه روح الامام محمد عبده. طيب مين اللي اخبر الشيخ محمد عبده ان انا داخليا تأثرت وتألمت؟ الراجل ده يشكر، الراجل ده يشكرني على الايه، على هذه المعاني اللي جت في صدري. انا لم اصرح بها لاحد، لم اصرح لاحد، ولم اكتب لاحد، ولم اقل لاحد. دي مجرد معاني جاءت فين؟ جاءت في قلبي. ايه اللي اعلم الشيخ محمد عبده بهذه المعاني الداخليه في القلب يا مشايخ؟ الله 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 الله. شوف المولى تبارك وتعالى، لطف المولى تبارك وتعالى بخلقه، يعلمك بشيء او يعني يؤدي لك مهام انت ربما لا تفكر فيها، لا تفكر فيها ولا يمكن تصل اليها، حتى لو فكرت فيها لا يمكن تصل اليها. قعدت انا مده وانا في حاله ذهول من المفاجأة، من المفاجأة، ما كنت أتوقع، ما كنتش أتوقع أنا. المهم مشايخ، على أن هذه الراجل بيقول يا رب أعني في حالة إيه؟ وجودي فين؟ في رمس، يعني في إيه؟ في قبر. لأن كما قلت لكم القبر ليس نهاية، إنما هو بداية، كده أو كده. إن كنت موفق بداية الجنة، مش موفق في بداية الإيه؟ بداية النار. وبعدين القضية فين؟ في الروح نفسها. الجسد ده شوية الدود هيتلموا عليه وينهشوه ويخلصوا عليه خلال شهر، خلال 3 أيام، خلال سنة، حسب إيه كمية الدود الموجودة في المكان. في مكان مليء بالدود يخلص على الجسم بسرعة، في مكان الدود فيه قليل يتسلى فيها مدة 2-3-4. لكن المهم على إيه؟ أن الروح هي الإيه؟ الباقية، وتظهر أنت للناس، حبايبك اللي تشوفهم في المنام ويشوفوك بإيه؟ أنت بجسمك وصورتك اللي كنت في الدنيا، لأن الروح هي تتلبس بهذا الشكل. هل القاع
هل عبد القبر من جهه المنعم او المعذب يقوم بالوقت البدن او البدن بس او الروح؟ لا، هو دي بعض الناس قد يكون بالروح والبدن زي الأنبياء. إن الله حرم على الأرض أن تأكل إيه؟ أجساد الأنبياء. لكن معظم الخلق يكون بإيه؟ بالأرواح. إنما بعض الخلق بعضهم زي مثلا سيدنا جابر لما سيدنا معاوية عاوز يوصل المية بتاعة القناة إلى مكان لازم يخترق جبل أحد، منطقة بجوار جبل أحد، فنادى في المدينة اللي له واحد مدفون بجوار جبل أحد يروح يطلعه أننا أوصل القناة. طب دول كل شهداء أحد في الليل في المنطقة دي مدفونين فيها. فراح جابر لوالده قال رأيته كأنه مات بالأمس، الدم لسه سايل. الكلام ده كان سنة كام؟ سنة 50 55، وغزوة أحد كان سنة كام يا مشايخ؟ سنة 2 ولا 3 هجرية، يعني كام؟ 50 سنة ولا زال يعني عبد الله والد جابر كأنه مات بالأمس، جسمه طري والدم نازل وكأنه مفيش. ففيه بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لهم أجسادهم، لكن أغلبية الناس إنما هم بالإيه؟ بالأرواح وليس بالإيه؟ بالأجساد. طيب، في حال حلول الإنسان يعني نفسه ويحتمل هو وغيره من المؤمنين، وهو أولى لعامة المؤمنين واللام للجنس، على إيه؟ على حلوله في رمسه، أي في إيه؟ في قبره. لماذا خص الإمام هذه الحالة مع أنها داخلة فيما قبلها جميع الأحوال؟ هو بيقول عني في جميع الأحوال، وبعدين خصوصا حالة الإيه؟ حالة وجودي في رمسي. ليه؟ قال لشدة احتياجه للطف والإعانة فيها أكثر من غيرها. ودي مش له لوحده، كلنا محتاجين للطف والإعانة. فين؟ في اللحظة دي، كما قلت لكم، اللحظة الفارقة، اللحظة الإيه؟ الفارقة بين الجنة وبين إيه؟ بين النار. إما أن يفتح له باب إلى الجنة يأتيه نعيمها، وإما يفتح له باب إلى النار يأتيه سمومها. مرحلة صعبة، مرحلة صعبة، ولحظة يعني فارقة، لحظة فارقة. ولذلك الشيخ عاوز يعني عون الله خصوصا فين؟ في اللحظة دي. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الواسطة في كل نعمة وصلت إلينا من الله تبارك وتعالى، ولا سيما علم الشرائع، وجب أن يصلى عليه بعد أن أثنى على مول النعم، فقال: والصلاة والسلام. الصلاة من الله تعالى النعمة المقرونة بالتعظيم والتبجيل. حين تقول اللهم صل على سيدنا محمد، حضرتك أنت بتصلى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. أنت بتطلب من الله أن يصلي على مين؟ يعني اوعى تفكر أنك أنت بتصلي على النبي، إنما أنت تطلب إيه؟ من الله تبارك وتعالى إيه؟ أن يصلي عليه. صلاتك أنت لا تسوي شيئا. أنا أصلي على رسول الله، إيه يعني أصلي على رسول الله؟ لكن تقول اللهم صل على سيدنا محمد،
اللهم، يعني يا رب تتضرع إلى الله أن يصلي على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. تتضرع إلى الله أن يصلي على مين؟ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم، بهذه الصيغة. فإذن أنت، صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة مقرونة بالتعظيم والتبجيل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم نعمة مقرونة بإيه؟ بالتعظيم والتبجيل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت بتطلب من الله أن يصلي على النبي. نعم. نعم. لما اقول اللهم صل على سيدنا محمد انا بدعي له ان الله عز وجل يصلي عليه. ايوه. هل هي خاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام؟ ايوه، هذه خاصه بالمعصوم عليه الصلاه والسلام، ولا يدخل غيره معه الا تبعا. ولا يدخل معه. الشيخ هنا بيقول هذا الكلام، بيقوله الشيخ الدردير اهو اهو اهو. فهنا الصلاه من الله أخص من مطلق الرحمة، يعني مش معناه صلى على رسول الله يعني أرحمه، ليس ما يعني أخص من الرحمة، أخص، إنما هي باب التعظيم والتبجيل. ولذا تطلب هذه الصلاة، لا تطلب لغير المعصوم إلا تبعا. إلا إيه؟ تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الآل دخلوا هنا إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد، دخلوا إيه؟ تبعا. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد. يبقى إذن أنت تصلي على رسول الله ويدخل غيره معه من باب ايه؟ باب التبع. ايوه. اي احد من غيره؟ نعم. اي انسان من غيره يعني لما نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اصحابه ممكن واحد يقول هو والدي معه؟ لا، هو يعني بالنسبه للاصحاب والازواج دي احنا الصور اللي احنا حفظناها، لكن بالنسبة لغيره كان النبي يقول اللهم صل على آل أبي أوفى. اللهم صل على إيه؟ آل أبي أوفى، تأتي من النبي، لكن لا تأتي مننا نقول اللهم صل على والدي ووالدتي، لا. إنما الصلاة من غيره يراد منها التضرع والدعاء بالاستغفار وغير الاستغفار.